مساء الخير. صحيفة أذربيجانية في إدلب لبست العباءة والوشاح الأسودين ودخلت من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا لترصد أوضاع الناس في إدلب. رافقها عناصر يتبعون لهيئة تحرير الشام وأشرفوا على إعداد فيلمها الذي تضمن كما رأى البعض العديد من الرسائل ورصد شوارع المحافظة وكأنها قنبلة معدة للانفجار. تعالت الانتقادات من قبل إعلاميي وناشطي إدلب واستفسروا عن حريتها في التجول والتصوير مقارنة بهم وحاجتهم لعشرات الموافقات الأمنية ليصوروا حالة إنسانية. رأى البعض منهم أن هيئة تحرير الشام باتت تعتبر الناشطين غير الموالين لها أعداء لحكمها ويعملون بتقاريرهم لضرب منجزات الثورة. أمام هذه الصورة المرتبكة المتشددة مع ناشطي وإعلامي إدلب والمتساهلة مع من يأتون أو يأتينا من الخارج، تواصلنا مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام ليشاركوا معنا في هذه الحلقة، ولكن الرد كان بالرفض مع تأكيد عدم استعدادهم للتعاطي مع قناة أورينت وتحفظهم على بعض تقاريرها. في المقابل أيضا حاولنا الاستعانة ببعض الناشطين في إدلب وكان الرد أنهم يخافون من تبعات هذه المشاركة. هنا بدت الاستفسارات محقة، فقد وصف بعضهم فيلم الصحفية الأذربيجانية بأنه يعمل على تسويد منطقة إدلب، وخوف الناشطين والإعلاميين من الظهور وإبداء آرائهم في إدلب يؤكد هذا الأمر. ما السبب الذي يدفع الكثير من الإعلاميين إلى قول كلمتهم المعتادة التي تكشف فيها النكتة واقعاً مراً حين يقولون لك تركني منك هلأ بقشوني؟ أليس الخوف من الاعتقال أو الإيقاف عن العمل هو ما يدفع الكثير من زملائنا في إدلب لقول هذا الكلام؟ وما هذا الإعلام الذي يرصد الواقع ويعبر عن مشكلات الناس وهو خائف يبحث عن من يتحدث عن مشكلاته وخوفه؟ نناقش هذا الموضوع في حلقة اليوم من هنا سوريا، أهلا بكم. ينضم إلينا في هذه الحلقة الباحث السياسي فراس فحام معنا من أنطاكيا والناشطة الإعلامية رنا ملحم معنا من دوسلدورف في ألمانيا. مساء الخير وأهلا بكما. دعونا نتابع معا التقرير التالي ونعود للنقاش. تداول ناشطون سوريون صور الصحفية الأذربيجانية التي زارت مؤخرا محافظات إدلب وأعدت فيلما خاصا لقناة أذربيجان حول الأوضاع الإنسانية والمعيشية والعسكرية في المحافظة، والتي استهلت مشاهدها بشرح مطول عن داعش وما فعلته في سوريا. الفيلم استهجنه البعض ووصفوه بأنه عمل على تشويه صورة المناطق المحررة ووسمها بوسم داعشي يؤثر سلبا على المدنيين القاطنين فيها، وذهب البعض الآخر إلى المقارنة بين حال ناشطي وإعلامي إدلب وصعوبة عملهم للحصول على موافقة لتصوير حتى الحالات الإنسانية، وبين هذه الصحفية التي تجولت وصورت بحرية تامة حتى بالقرب من الحواجز الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام. كما ذهبت بعض الناشطات العاملات في إدلب إلى نقد الشهرة الواسعة التي حصلت عليها هذه الصحفية، وتساءلنا لماذا لا تقدم بعض التسهيلات للصحفيات في إدلب ليقمن بتصوير هذه الأعمال، ولماذا تكون النظرة السلبية هي الطاغية دائما والتي تلاحقهن أينما ذهب. الفيلم الذي حمل اسم وهم عرض على شاشة القناة الأذربيجانية وامتد لما يزيد عن 50 دقيقة، شرح بالصوت والصورة بعض الأحوال التي يعايشها الناس في إدلب، كما رصد في بعض المقابلات مع عسكريين الأوضاع العسكرية في خطوط التماس مع ميليشي أسد. وهنا يبقى التساؤل مطروحا، هل عملت هيئة تحرير الشام بعلم أم بدون علم على ترسيخ صورة معينة تتنافى مع روح الشعب السوري؟ وهل تهتم بالنظرة المأخوذة عن الأوضاع الأمنية في محافظة إدلب ومدى رهبة الناس من انتقاد أو طرح أي مشكلة قد تواجههم في قادم الأيام؟ حول التفاعل للناشطين الإعلاميين في إدلب مع تصوير الصحفية الأذربيجانية لفيلمها، تواصلنا مع الكثير من الناشطين داخل مدينة إدلب رفضوا المشاركة
يعني بسبب خوفهم من هيئة تحرير الشام أو بعض التحفظات لديهم. طبعا تواصلنا مع هيئة تحرير الشام، المكتب الإعلامي أو العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، كان الرد حرفيا مشكور لدعوتك، لكن لدينا تحفظات كبيرة للتعاطي مع قناة أوريان طالما لم تغير من سياساتها التحريرية والمهنية تجاه المنطقة. هذا بالمقام الأول. ثانيا، الأمر لا يعنينا، أي لهيئة تحرير الشام، الأمر معني بالنشطاء الإعلاميين الذين رافقوا دخول الفتاة. أبدأ هذا الحديث مع الناشطة الإعلامية رنا ملحم التي تنضم إلينا من دوسلدورف. بداية، مساء الخير رنا. يعني الكثير من الصد والرد والتعاطي الإيجابي والسلبي مع دخول الصحفية الأذربيجانية إلى إدلب، برأيك لماذا كل هذه الردود حول دخولها إلى إدلب؟ السلام عليكم. أهلا فيك. طبعا أول شيء بدي أعقب على كلامك، فعلا أنه كان في رد من الصحفيات، أو بالأحرى ما كان في رد نهائيا، فبعثوا على الغرفة، في عنا غرفة للإعلاميات والناشطات، أنه في اليوم على قناة أورينت مداخلة بخصوص هذا الموضوع، فما كان في رد نهائيا، يعني لا إيه ولا لا، يعني ما ردوا نهائي. وفعلا انه شيء مستفز، مثلا صحفي اذربيجاني تفوت وتصور في كل هالاريحي، بينما عندنا الصحفي بده اذن وبده. طيب رنا، برايك على غرفه صحفيات السوريات المتواجدات داخل ادلب، لماذا لم يتم التعاطي مع هذه الدعوه للمشاركه؟ اكيد ما حدا بده يكون عليه نقطه سوداء، يعني بحقه اللي بدها تطلع تصور بجوز تتعرض بعدين لمساءلات انه انت طلعتي وانت حكيتي، فاكيد ما في ولا اي وحده بدها تحط حالها في هيك موقف. نعم. استاذ فراس، اليوم هنالك من يرى انه هيئه تحرير الشام إعلاميا تحديدا، هنا نتحدث، تكيل بمكيالين، يعني تتعامل مع الإعلام الخارجي بالترحاب والدعم بينما تقوم بالتضييق على إعلاميي الداخل المحرر. مساء الخير، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. يعني لم يعد خافيا أن هناك أسلوبين مختلفين بالتعاطي من قبل هيئة تحرير الشام، وفصل كامل في المسارات. هناك تعاطي مع كل ما يفيد هيئة تحرير الشام في نقل رسائل إلى المجتمع الدولي وإلى الخارج، مختلف تماما عن التعاطي مع القوى المحلية والنشطاء المحليين وحتى الفصائل والجماعات الأخرى. طبعا أنا يعني أعتقد أن عملية تسليط الضوء أصلا على دخول الصحفية، وخاصة أنها يعني خرجت بشكل يختلف مع طبيعة المنطقة من حيث عدم ارتداء الحجاب وما إلى ذلك، هو رسالة مقصودة بحد ذاتها، الهدف منها لا فقط للتوضيح، لأنه يعني تأكدنا من هذه النقطة تحديدا. الصحفية عندما دخلت من معبر باب الهوى إلى إدلب قامت بارتداء العباءة والحجاب، وإنما في مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني هناك كانت يعني تتصرف بأكثر أريحية دون العباءة والحجاب. لسنا بصدد يعني الدخول بهذه التفاصيل، ولكن اليوم الإعلام الخارجي يصور المحرر وكأنه قنبلة موقوتة، وكأنه كل الناس يعني تتوافق بأفكارها مع هيئة تحرير الشام. نعم، يعني لا شك ان يتم التعاطي، يعني يتم التعاطي مع الهيئه على انها قوه مسيطره على الارض، والهيئه ايضا تحاول ان تؤكد بشكل مستمر على انها هي لها موقف من التنظيمات المتطرفه، لها دور في قتال التنظيمات المتطرفه، وان مناطقها تعاني من هذه التنظيمات. فكل ذلك هذا ياتي في سياق الرسائل المقصوده من قبل الهيئه بذاتها. لكن في حالة النشطاء المحليين أو نشطاء محافظة إدلب، فيتم التضييق عليهم على أساس أنه لا يجب أو لا يتم السماح لهم بالحديث عن أي شيء يقوض سلطة الهيئة أو ينقض دعايتها. الهيئة الآن تحاول أن تقدم رواية إعلامية، سردية إعلامية، بأن مناطقها منضبطة، بأنه لا يوجد هناك انتهاكات، لا يوجد هناك أي مشاكل، وفي المقابل تحاول دائما تسليط الضوء على المناطق الجيش الوطني على سبيل المثال، وتشير أن هناك انتهاكات وما إلى ذلك. فأي حديث للنشطاء أو أي سماح للنشطاء في محافظة إدلب على التحرك بأريحية، ستتعرض روايتها هذه إلى النقد،
ما أهمية هذه الرواية؟ لماذا تركز على هذه الرواية؟ الهيئة تستفيد من عملها الأمني أو من سيطرتها الأمنية من أجل محاولة التقارب مع باقي أو محاولة تقديم خدمات للفاعلين الدوليين. هذا حصل في قضية الملاحقة المقاتلين الأجانب، في أيضا قضية القبض على بعض خلايا داعش، كان هناك تسليم لمقاتلين منتسبين لداعش لدول مختلفة خلال الفترة الماضية. فهي تحاول أن تستفيد من هذا الحراك الأمني من أجل أن تعزز لربما أو تصل إلى مرحلة تستطيع فيها التغلب على عملية التصنيف، وهذا تريد أن تستفيد يعني توظفه سياسيا. أما في حالة نشطاء الداخل فليس هناك فائدة مرجوة، على العكس من ذلك الهيئة لديها أجهزة إعلامية، لديها نشطاء محسوبين عليها، هم الوحيدون المخولون بالتحرك والتغطية، لأنهم بالنهاية سيقومون بتكريس الصورة التي تسعى الهيئة إلى تكريسها. وبالمناسبة هناك استدعاءات تتم بشكل متكرر للنشطاء. بهذه النقطة دعني أشرك الناشطة رنا، لأنها كانت متواجدة في إدلب إلى قبل فترة من الزمن. رنا، كيف يتم التضييق على الإعلاميين في إدلب؟ ما هي الوسائل التي تستخدمها هيئة تحرير الشام في الضغط عليكم؟ ما بيجوز للصحفي تطلع تصور، الصحفي أو الصحفي إذا ما كان معه بطاقة صحفي من حكومة الإنقاذ. حتى إذا كان معه بطاقة صحفي من حكومة الإنقاذ لازم يكون معه إذن تصوير من مكان اللي راح يصور فيه، حتى يعني لو ما كان في مثلا حدا مسؤول هون عن هالمكان، أحيانا ما عجبهم الوضع بدك تجيبي إذن. منين بدهم يجيبوا لهم الصحفيين إذن؟ فهلا كانت هاي المفارقات هي اكثر شيء يعني سبب النشر على السوشيال ميديا، انه سبب انزعاج الناس كلهم منه، انه ليش هاي الصحفيه الاذربيجاني اجى صورت في ادلب مع انها لبست حجاب. انا بحكي تجربه شخصيه عني، انا طلعت صورت مظاهره وتعرضت في نفس اليوم للاغتيال، فهاي اجت صورت وراحت صورت جنب نقاط رباط لحكومة الإنقاذ، هاي كيف صورت؟ يعني هذا الشيء اللي نحن زعجنا، نحن ما لنا مزعوجين إنه حدا إجا من برا وسلط الضوء علينا، لا، ما هو هذا اللي زعجنا، اللي زعجنا ليش هالمفارقات؟ ليش نحن ما بيكون إلنا الحق في الحرية مثل ما هاي إجت صورت وكان إلها الحق في الحرية؟ نعم، طيب رنا، قلتي إنه يلي بده يصور أي تقرير أو مظاهرة داخل مدينة إدلب يعني بعض القواعد مفروضة اللي هي إذن التصوير والبطاقة الصحفية. طيب هاي الأشياء هي أيضا يعني موجودة في الخارج، يعني إذا في أي دولة يجب على الصحفي للقيام بتقرير أنه يكون عنده بطاقة صحفية ويكون أيضا عنده إذن بالتصوير في بعض المناطق. يعني ما بتلاقي أنه من الممكن أنه هيئة تحرير الشام من حرصها على الصحفيين تقوم بطلب هذه الأوراق؟ طبعا بجوز انه من حرصه اذا كنا مثلا قريبين على نقاط رباط، قريبين على خطر، اما وقت اللي بننزل بنصور بالسوق او باي مكان يعني بيكون مكان عام، فوين يعني الحرص انه مثلا خايفين علينا؟ لا، نحن بدنا نوصل صوت الناس. انا مثلا قبل ما اطلع بيومين رحت عم بصور بمخيم، مخيم عم بصور اوضاع النازحين هونيكي، اوضاع المطر والشتاء، فتعرضت لهجوم وكان رجل بده يكسر لي الكاميرا بحجة إنه هو من الهيئة، مع إنه أنا عديت على حواجز الهيئة وما حدا حكى معي. نعم، طيب رنا، برأيك هذا النوع من الأذون أو البطاقات إلى أي حد تمنع الناشطين الإعلاميين والصحفيين من نقل صورة الوضع الحقيقي إلى الخارج؟ لا، في عنا مصداقية، في عم ينقلوا صورة وضع حقيقي عنا. وزعوا عنا البطاقات وصار أكثر الصحفيين عم يطلعوا بيصوروا، ما في هذاك التضييق اللي كتير كتير عم يخنق الصحفيين، إنما الصحفيات في بعض مناطق معينة يعني ما بيصير إنه مثلا يتواجدوا فيها، مثلا الصحفي مثلا مظاهرة يعني بيكون مجموعة رجال فبيستنكروا هذا الشيء إنه صحفي وتنزل على الشارع وتصور، في استنكار لهذا الشيء. طيب رح أرجع لك بهي النقطة، ولكن أستاذ فراس، تساؤل اليوم أنه التضييق على الصحفيين والناشطين في إدلب إلى أي حد يعني يمنع إيصال صورة حقيقية عن الوضع للخارج، أو يمنع على أقل تقدير تكذيب الصورة التي ترسم للمناطق المحررة في الإعلام الخارجي؟ لأنه كما نعلم يعني
أي شخص الصور أو النصوص التي تقدم إلى مكتب الإعلامي أو أي جهة مسؤولة عن الإعلام من الممكن أن تغير لاحقاً عبر المونتاج أو عبر إعادة صياغة النص؟ يعني هذه المسألة يتم ضبطها بشكل مختلف، يعني بحسب اطلاعي هي تحرير الشام لا تمنع الإعلاميين من، دعينا نميز يعني أو دعينا نحدد سياسة الهيئة، هي تحرير الشام لا تمنع الإعلاميين أو الصحفيين من تغطية أحداث تحصل في سوريا مثلا أو تحصل في إدلب من انتهاكات أو قصف أو أوضاع إنسانية أو ما إلى ذلك، على العكس تماما. ولكنها منعت يعني قبل فترة إذا كنت تتذكر كان هنالك قصف وتوجه الناشطين لتغطية هذا القصف وقامت هيئة تحرير الشام بمنعها. تمام، دعيني أكمل الاستراتيجية التي تتعامل بها. عمليات المنع تتم للصحفيين، دعينا نقول غير يعني غير المرحب بهم من قبل الهيئة، وتستخدم هذه العملية أصلا بالضغط على الإعلاميين لأيضا تحدد مسار عملهم، يعني بمعنى أن هناك مراسلين ينشطون ويعملون في إدلب، مراسلين لوكالات أفي بي أو الأناضول أو غيرها، لكن عندما يكون هناك عدم رضا عن سياستهم الداخلية أو عندما يكون هناك نوع من النقد لهؤلاء الصحفيين لسياسة الهيئة الداخلية، فتقوم بمنعهم من العمل والتضييق عليهم من أجل إعادة ضبط سياستهم، وليس المنع يتم على إطلاقه، بمعنى أننا نحن أمام عملية أشبه بعملية الابتزاز، ولكن المنع بالمطلق لا يحصل منع بالمطلق لعملية تغطية الانتهاكات، وإنما يكون هناك يعني يتم حقيقة التعاطي مع الأمر على أساس أنه نوع من الأعطية، يعني يتم الموافقة على هذا أو يتم منع ذاك بحسب سلوكه وانضباطه. طيب كيف بتعلق فراس على الكلمة المتداولة بين الإعلاميين اليوم تحديدا ونحن عم نحضر لهي الحلقة، يعني بين المزح والجد أكثر من مرة حدا قالنا أنه تركوني بحالي هلأ بيقشوني، يعني كلمة أصلاً بيقشوني هي كلمة متعارف عليها بأنه يعني الاعتقال أو التضييق أو ما إلى ذلك؟ صحيح، يعني أنا كنت سأذكر قبل قليل قبل أن يتحول الحديث لضيفتكم بأن هناك عمليات اعتقال حصلت لنشطاء أو صحفيين لساعات لربما لم تكن أطول من ساعات، ولم يتم تسليط الضوء عليها إعلاميا أو الحديث عنها لمجرد يعني تدوينة على فيسبوك كتبت بحق حكومة الإنقاذ أو بحق ضرائب فرضت أو بحق بعض الانتهاكات، فيتم استدعاء الناشط ويعني بأجواء نوعا ما فيها نوع من قصد الإخافة، ومن ثم بعد ذلك يتم إطلاق سراحه مع تنبيه بأن لا يعود إلى ذلك. هناك يعني الهيئة لا تستطيع أن تضبط كل وسائل التواصل الاجتماعي وتمنع الكتابة، بمعنى أنها لا تستطيع، لا تمتلك أجهزة مثل الدول للحظر والمراقبة، لكن هي لجأت إلى أسلوب آخر، التهديد بالاعتقال أو الاعتقال أحيانا لأيام أو لساعات، ومن ثم نوع من الترهيب حتى لا يتم الكتابة أو التعليق على سلوكها، وبالتالي الناس بدأت أو الصحفيين أو الناشطين بدأوا يعني يميلون إلى عدم الصدام، لأنهم بالنهاية يعني هذه منطقتهم وهذا بلدهم ولا يريدون المغادرة، وبالتالي يرى نفسه أنه مضطر للتجنب هذه الأحاديث والتركيز على عمله. يعني هناك هذا النوع من السياسات إلى أي حد هو تكميم للأفواه؟ طبعا يعني هذا لا احد يختلف عليه انه محاوله تكميم الافواه وضبط سلوك، يعني اي محاوله لاسكات الناس عن الحديث هو نوع من تكميم الافواه، لكن انا ايضا اريد ان اعرج على موقف النشطاء والصحفيين، يعني بدا ايضا يتشكل عندهم قناعه بان وظيفتهم الاساسيه هي لربما تسليط الضوء على انتهاكات النظام او ان مشكلات يعني إشكاليتهم الأساسية مع النظام، وبالتالي يرون أن المنطقة أصبحت تحت سلطة أمر واقع، وبالتالي يجب أن يتعاملوا مع الأمر الواقع، يعني هم بالنهاية. ولكن أيضا يا أستاذ فراس، يعني مطالب السوريين، كل مطالب السوريين الذين خرجوا في هذه الثورة هي الحرية والكرامة من أي جهة كانت، يعني بداية هو النظام ولكن سلطات الأمر الواقع، يعني لا يجب عليها أن تقوم بمنع هؤلاء الناشطين وحتى المدنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها من مطالبتهم بحريتهم وكرامتهم.
تماما، لا خلاف على هذا الكلام. انا لا اقرا في موقف هيئه تحرير الشام، هو موقف بطبيعه الحال هو موقف ضد الحريات، لكن انا اتحدث عن حاله اخرى. ان اليوم يعني انستي الكريمه، اليوم بعد اكثر من 10 اعوام وهناك معاناه كبيره، هناك معاناه اقتصاديه، هناك معاناه حقيقيه. ف دعينا نقول ان المخزون، مخزون الطاقه لدى المتظاهرين ولدى المطالبين بالحريه، بالنهايه هو جهد بشري، وبالتالي يصعد ويهبط، وخاصة مع حالة انسداد الأفق، حالة انسداد الأفق التي يعيش بها. أنا أتحدث الآن عن السكان المحليين وليس عن الهيئة، الهيئة عرجنا على موقفها، لكن أنا أتحدث عن السكان المحليين والنشطاء. فبالتالي يعني أصبح هناك نوع من المقاربة، أنا أقوم بواجبي، أقوم بتغطية انتهاكات النظام، القصف الأوضاع الإنسانية، وأحاول قدر الإمكان تجنب الصدام مع سلطة الأمر الواقع، هذا من زاوية النشطاء. نعم. وبالتالي يعني هناك، نحن نذكر أن هناك نشطاء جرى اغتيالهم في إدلب، يعني في كفرنبل وغيرها جرى اغتيالهم، يعني وبالتالي هذه أجواء الخوف يعني أصبحت لا يمكن إنكارها، وبالتالي مع الأسف في مناطق نعم. نقول أنها محررة. رنا، ما هي مواصفات الناشط أو الصحفي الذي يستطيع العمل في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام دون مضايقات؟ بداية أنه بدي يكون مع بطاقة صحفي، يكون معروف يعني أي وكالة بيشتغل، يكون معروف مثلا بالمنطقة اللي هو عم بيشتغل فيها، أبدا ما ممكن أنه يتعرض لمساءلات أو لازم مضايقات. يكون محابي لهيئة تحرير الشام، تكون رضيانة عن تقاريره، لأنه يعني برد الهيئة على قناة أورينت، هي ترى اليوم بأنه يعني نحن كأورينت يعني تطالبنا بتغيير سياساتنا تجاهها. طبعا هلا هن عندهم بجوز تحفظ على اورينت لانه بيحكوا بشكل واضح انه ضدهم وضد غيرهم وضد غيرهم، فاكيد ما حدا بيرضى انه مثلا ينوصف بصفات ما بده اياها، ما بده العالم يشوفوها. بس يعني كانه صحفيين انه بيكون صحفي ومعروف، واهم شيء ما بينشر على الفيس كلام ضد الهيئة، هذا ما حدا بيتعرض له. يعني انتي بتشوفي انه لازم الشخص، لازم الصحفي او الناشط المتواجد في إدلب يجب ان يحابي هيئة تحرير الشام بطريقة او باخرى ليتمكن من اتمام مهمته؟ هلا مثلا انا ما كنت محاظي لهيئة تحرير الشام لحتى احسن اتحرك في إدلب وحتى اروح صور، كنت روح صور وما حدا تعرض لي نهائيا. لا قبل ما اطلع قلت لك فتره انه وقت اللي نزلت يعني هلا في تضارب بالرسائل اللي عم تقوليها يا رنا، يعني هل بتلاقي انه الصحفيين والنشطاء الاعلاميين هن فعلا قادرين من العمل بكل حريه في المناطق المحرره، لا يتعرضوا لمضايقات، ام انه هي حالات فرديه تتعرض لمضايقات ما وحالات اخرى لا تتعرض لمضايقات؟ يعني فقط للتوضيح، لانه قلتي انه في مضايقات، وهلا عم تقولي انه انت لم تتم مضايقتك الا لا قبل ما تطلعي من ادلب بفتره. لا في مضايقات، قلت لك في مضايقات واكيد في مضايقات، بس اللي بتكون مضايقات متوفره فيه معاه البطاقه، معاه الاذن، معروف لاي وكاله هذا عم بيصور، ايه ما يعني ما حدا بيضايقه. اما يعني مثلا كمان نقطه بدي حابه اتوضحها، يعني اذا كانت وكاله كبيره بالنسبة وكالة عالمية، هل مثلا AFP أو أي وكالة تانية، رويترز، هل عملهم أسهل بالمحرر من عمل الوكالات المحلية أو النشطاء المحليين؟ لا، مجرد تكون معروفة. في صحفيين بفوتوا بيصوروا بدون هوية، يعني أكيد هدول بدهم يحاسبوهم، بلكي عم بيصوروا لوكالات مثلا برا، بلكي عم بيصوروا لوكالات مشبوهة، أكيد بدهم يحاسبوهم. في تضييق، انا ما قلت لك انه ما في تضييق، لا انا هسه عند كلامي، وفي تضييق كثير كمان كبير، بس كمان في حريه في كيف عم نوصل الصوره، كيف عم نصور. مثلا انا وقت كنت اطلع صور مقاطع انساني ما حدا تعرض لي نهائيا، انا كنت عايشه بمخيم، صور بالمخيمات، المناطق اللي انا معروف فيها ابدا ما حدا بيتعرض لي. طيب يعني اذا المواضيع التي تعتبر بعيده عن التضييق هي الواقع الانساني في المناطق المحرره، عفوا، إضافة إلى انتهاكات النظام في هذه المناطق، ما هي المواضيع التي تعتبر خط أحمر؟ طبعا مواضيع ضد الهيئة خط أحمر، حتى منشور على الفيس ضد الهيئة مثل ما قلت هلأ بيشيلوه، هذا الشيء أكيد.
أستاذ فراس، اليوم هنالك من يرى أنه بعض المتواجدين ضمن هيئة تحرير الشام الذين يعني ليسوا بسوريين هم السبب وراء هذا التضييق على النشطاء والإعلاميين ضمن هيئة تحرير الشام، هل تتفق مع هذه الرؤية أم أنه التضييق على الإعلاميين وتحديداً على تقصير الهيئة، يعني لن نقول انتهاكات الهيئة، تقصير الهيئة في مناطق ما على حساب مناطق أخرى أو في مواقع ما على حساب مواقع أخرى، أنه هذا العنصر الغير سوري هو السبب في التضييق على الإعلاميين؟ لا 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 اتفق انا ابدا مع هذا الكلام. هذا استراتيجيه عند الهيئه بشكل عام، وبالمناسبه الهيئه خلال الثلاث اعوام الماضيه تخلصت من غالبيه الشخصيات والقياديين غير السوريين، بقي عندهم عدد قليل جدا لربما كان اخر من يعني تم اقصاؤه من القيادات غير السوريه هو الفرغلي المعروف بأبو الفتح الفرغلي، جرى إخراجه من مجلس الشورى. لكن هذه استراتيجية عند الهيئة لها أسبابها، يعني لها غايات أو أهداف من هذه الاستراتيجية. الغاية الأولى بأن الهيئة تنظر إلى قضية الاستقرار على أنها جاذب للاستثمارات، حالة الاستقرار عموما هي جاذب للاستثمارات، ولذلك الآن هي سعت بكل ما أوتيت من قوة لإنجاح حكومة الإنقاذ وأظهار الاستقرار الأمني في مناطقها، فهي تنظر أن أي حديث عن مشاكل أو دعينا نقول حتى الجرائم في إدلب، يعني جرائم القتل الجنائية يتم محاولة عدم تسليط الضوء إعلاميا عليها، على العكس من ذلك يتم تسليط الضوء على أي عملية إنجاز يقوم به الجهاز الأمني من قبض على المجرمين أو ما إلى ذلك، للتأكيد على أن الهيئة تستطيع أن تضبط المنطقة. السبب الثاني هناك، يعني هذه أيضا وإن كنا نحن ننتقد سياسات الهيئة، لكن هذه النقطة أيضا لا يجب إغفالها من أجل الموضوعية. هناك اختراقات حصلت من بوابة النشاط الإعلامي، يعني بمعنى هناك مثلا في الفترة الماضية هناك نشطاء وزودوا قنوات مثل روسيا اليوم بمقاطع تحت حجة التغطية الإعلامية، طبعا ليسوا النشطاء المعروفين المنتسبين للثورة، ولكن أيضا هناك حالة كانت أقرب إلى حالة الانفلات، أن هناك محاولة للعمل وللتغطية لكل شخص غير معروف غير موثوق يقوم باصطحاب الكاميرا والتصوير. لكن أيضا هذه الناحية استثمرتها الهيئة للضغط وضبط السياسات الإعلامية، يعني هناك دعينا نقول هناك كلام حق لكن أيضا يتم تجيره في كثير من الأحيان، يعني ضبط العمل الإعلامي هو حالة مطلوبة من الجميع، يعني نعم. هي لصون حق الإعلاميين وأيضا لضبط المنطقة، وخصوصا بأنها منطقة مستهدفة من أكثر من جهة. ولكن اليوم يعني إذا كان لدينا نشطاء معروفين وإعلاميين معروفين متواجدين في الشمال السوري، عندما يتم دائما التضييق عليهم عند التغطية على أي انتهاك، على أي مشكلة تكون متعلقة بحكومة الإنقاذ أو بهيئة تحرير الشام، إلى أي حد هذه الصورة الجميلة التي تحاول هيئة تحرير الشام أن ترسمها عن نفسها تتشوه بأعين أهالي المحرر؟ يعني باعتقادي أني آسف على اللفظ، لكن يعني آخر اهتمام الهيئة هو بالحاضنة الشعبية. المقاربة واضحة لديها، ضبط أمني مع محاولة توظيف هذا الضبط الأمني على الناحية السياسية وإزالة اسمها من قائمة الإرهاب، ومن ثم فرض نفسها كأمر واقع والإمساك بالاقتصاد. فبالتالي يعني حقيقة لا يوجد هناك اهتمام بالحاضنة الشعبية، يوجد هناك رغبة بعدم الصدام مع الحاضنة الشعبية، نعم هذا صحيح، ولكن دعينا نقول المزاج الشعبي ليس هو من أولويات الهيئة، لأنها بالنهاية لن تخوض لا عملية انتخابية ولم تخوض استفتاء ولا انتخابات، وبالتالي لا تهتم بهذه المسألة، لكن هي مهتمة بأن لا يكون هناك صدام مع المكونات المحلية، بمعنى الهيئة تضبط عناصرها، تحاول أن تتدخل في حال مثلا كان هناك نوع من المواجهات أو بعض الانتهاكات من عناصرها تجاه المجتمع المحلي في بعض المناطق، لأنها لا تضع في قاموسها ولا تريد أن تسيء إلى الاستقرار في هذه المنطقة، لأنني كما قلت الهيئة اليوم تفكر بأن هذا الاستقرار يجب أن يتحول إلى توظيف سياسي وتوظيف اقتصادي وإنشاء بيئة ومناخ مناسب للاستقرار، وبالتالي ربما هي تفكر بأن تكون طرف أيضا بعمليات إعادة التعافي المبكر، وهذا ليس مبالغة يعني، لكن الهيئة لديها هذه الأفكار.
وبالتالي قضية المزاج الشعبي أو أن الانزعاج الشعبي لا لا ليس في أولويات الهيئة، لأنه من وجهة نظرها ليس مؤثرا، لأنها تمتلك القوة وتمتلك الاقتصاد. رنا، إذا كنا سنفترض أن هيئة تحرير الشام تقوم أو تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين بين الصحفيين والنشطاء المحليين ومع الصحفيين والناشطين الأجانب الذين يأتوا من الخارج، برأيك كناشطة إعلامية كنت متواجدة داخل إدلب، إذا كان هنالك اليوم مطالب من الإعلاميين تجاه هيئة تحرير الشام، ما هي هذه المطالب؟ ما هو نوعها؟ المطلب الوحيد اللي أنا بحكي باسمي وباسم كل الإعلاميين وتويني قرأته في بوست كان على الفيس، بنتمنى هالحرية تكون إلنا، الحرية الحرية اللي أعطوها للإعلاميين للصحفيين المتواجدين في الأجانب، المحرر يعني. بنتمنى هالحرية، أيوة، للإعلاميين. شكرا جزيلا لك رنا ملحم الناشطة الإعلامية، كنت معنا من دوسلدورف في ألمانيا. أشكر أيضا الباحث السياسي فراس فحام كان معنا من أنطاكيا. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.